السلام عليكم. تعزيزا للتوجهات الجديدة للسياسة الجزائرية في ميدان الطاقة، حيث أن الجزائر أصبحت من بين الدول الرائدة في إنتاج الطاقة الشمسية في إفريقيا، تحت المرتبة الثالثة بعد مصر والمغرب الأقصى. إذن وفيه برنامج لإنتاج 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية في حدود 3 سنوات المقبلة. وفي هذا الإطار تم اتفاق مع الشركة الوطنية إيني لإنتاج الكهربائي إنتاج. إذن تم اتفاق على إنشاء مصنع لإنتاج لوازم الطاقة الشمسية، يعني كل ما هو يعني تجهيزات لإنتاج الطاقة الشمسية، لو ماتيريال، يعني قضية لو ماتيريال نتاع يعني الاستاسيون سولار، إذن بشراكة مع سوسيتي شركة فيمار الإيطالية. إذن سوف يتم إنشاء مصنع لإنتاج المركبات نتاع الطاقة الشمسية. وكما نعرف أن شركة إيني الجزائرية التي تستعمل ما لا يقل عن 7000 عامل موزعين على مختلف ولايات الوطن في عدة منشآت، وعندها كوادر من مهندسين تم يعني تكوينهم في بعض بريطانيا وألمانيا، وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. إذن سوف يكون لنا إن شاء الله مصنع لإنتاج تجهيزات في ميدان الطاقة الشمسية، الذي سوف يستعمل يخلق حوالي 300 منصب شغل دائم، وأكثر من 1400 شغل غير دائم. يعني هذا مشروع كبير هام جدا لتجسيد يعني المشروع الطموح نتاع إنتاج 1000 ميجاوات في خلال السنوات المقبلة. أترككم مع هذا الفيديو، والسلام عليكم.